بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين، المسألة 23 بعد 100 و24 بعد 100 و25 بعد 100، العيافة والطرق والطيرة. ثبت الحديث في سنن النسائي بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت، إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال عوف، هذا أحد السلف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. وهذا الحديث يبين أنواعا من ادعاء علم الغيب، أنواعا من السحر والكهانة يستعملها أهل الدجل والفساد من السحرة والكهان وأمثالهم، ممن يدعون علم الغيب ويستعملون ما يدعونه ذلك في أعمال كهانتهم وسحرهم وخداعهم للناس. فنوع من ادعاء معرفة ما يترتب على أعمال العباد في المستقبل أن يزجروا طيرا يهشه، كما في اللغة الدارجة عندنا يهش الطير وينظر إلى أي الاتجاهين ذهب، فإن ذهب يمينا تفائل وتوقع أن يكون هذا الأمر ناجحا، وربما دفعه ذلك إلى الاستمرار فيه والإقدام عليه. وأما إذا زجر الطير هشه يعني، فانصرف الطير شمالا تشاءم وانقطع عن الأمر، واعتبر ذلك علامة على أن الفساد سيحصل له إذا سار في هذا الأمر. وهذا نوع من التفاؤل والتشاؤم بالطيور، وهو من الطيرة زجر الطير. وكذلك التفاؤل والتشاؤم بأسماء الطيور وأحوالها، وقد كثر في الناس التشاؤم بالبومة والغراب، فصوت البومة عندهم ميت يموت، وكذا صوت الغراب خراب يأتي على من سمع صوته عندهم، ويتفاءلون بالحمام ويقولون هو رمز السلام، وينسبون إلى الإسرائيليات أو يأخذون من الإسرائيليات أشياء من ذلك، في أن نوحا أرسل غرابا ليعرف له ما حدث على الأرض فوقع على جيفة ولم يرجع، فأرسل حمامة فرجعت بغصن الزيتون. ومن هنا صار عندهم أن حمامة تحمل غصن الزيتون هو رمز السلام، وكل هذا من الإسرائيليات وليس من دين الله عز وجل. فالتفاؤل والتشاؤم بالطيور هو أصل الطيرة المذمومة، وإن كانت العيافة كما ذكرنا نوعا خاصا منها متعلق بكيفية اتجاه الطير إذا زجره، يتجه يمينا أم شمالا. وأما الطيرة فهي التشاؤم أو التفاؤل عموما بأشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لا يستثنى من ذلك إلا الفأل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسن الفأل، والفأل الكلمة الطيبة. الطيرة مأخوذ من الطيور كما ذكرنا من جهة موقع الطير واسمه واسمه وجهة تحركه،
وكل الدعاء لعلم الغيب من دون الله سبحانه وتعالى ادعاء كاذب باطل. قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولذا كان التفاؤل والتشاؤم بالطيور مرده إلى شيء من الكهانة ومحاولة ادعاء علم شيء من الغيب بالإضافة إلى أثر ذلك في القلب. والله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الأشياء التي يتفاءلون بها أو يتشاءمون بها لم يجعلها أسبابا لا شرعا ولا قدرا. ونحن نعلم أن الأسباب نوعين، نوع عرف دليله بالشر مثل مداواة المرضى بالصدقة، مثل شرب ماء زمزم لحصول غذاء وشفاء، مثل طلب سعة الرزق ببر الوالدين وطلب طول العمر بصلة الأرحام، أو كلاهما يعني بصلة الأرحام وبر الوالدين يزيد في العمر ويبارك الله به في الرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. قال عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم: ماء زمزم لما شرب له، وقال: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وفي الحديث: داو مرضاكم بالصدقة، حسنه بعض العلماء. وهذا كله من الأخذ بالأسباب الشرعية. الإيمان والتقوى سبب لحصول البركات والخيرات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالتكذيب والفسوق والعصيان سبب لحصول البلايا والمحن والزلازل والفتن، وإن كان كثير من الناس لا يفقه ذلك. لذلك نقول هذه الأسباب أسباب شرعية للخير والشر، كما قال سبحانه وتعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. الشر الذي يصيبكم ليس بسبب دعوة الرسل، بل سبب الشر هو معكم، كفركم وردكم لدعوة الرسل هو سبب لحصول الشر والسوء والفساد عليكم. وإن كان هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، فهو من العباد تسببا وكسبا، ومن الله خلقا وإيجادا. طائركم معكم بسبب ما عندكم من الكفر وما أنتم مقيمون عليه من تكذيب الرسل، وهو من الله خلقا وإيجادا، كما قال عز وجل فإذا عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يقولوا قال عز وجل: إن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فذكر الله سبحانه وتعالى أن طائرهم عند الله، الشر الذي أصابهم وهم ينسبونه إلى الطير التطير بموسى هو من عند الله خلقا وإيجادا. لو تابوا إلى الله عز وجل لرفع العقوبات عنهم، ولكن أبوا واستكبروا فأنزل الله بهم بأسه سبحانه وتعالى، وأنواع عقوبته متتابعة. ألا إنما طائرهم عند الله، ما أصابهم من الشر بقدر هو بقدر الله، ما أصابهم من أنواع النكال هو بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. فصح بذلك أن طائرهم معهم وطائرهم عند الله. ومثل هذه الآيات قوله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك، مثل تشاؤم المصريين بموسى ومن معه، قالوا هذا
بسبب المتطرفين وبشؤم موسى ومن على ملته. فكان هناك من العرب من إذا دخل في الإسلام فأصابته مصيبة يتطير بالدين ويقول هذا بسبب متابعتي لهذا الدين وترك دين الآباء والأجداد وعبادة الأوثان فيعود إلى ذلك. وإذا أصيب بالخير، إذا ولدت امرأته ذكرا وأنتجت إبله وكانت كان المطر كثيرا والأرض فيها من الخصب، قال هذا دين حسن. إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، بسبب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع هذا الدين كانوا أحسن أو أقل شرا من قوم فرعون. لأن قوم فرعون إن تصبهم حسنة يقول هذه لنا هذه، يقولون أن هذا بجهدنا، بعزة فرعون، بتخطيط هامان، بحسن إدارة أهل المملكة، ينسبون لأنفسهم الفضل. وأما عند الشر يتشاءمون بموسى ومن معه. وأما أهل الجاهلية فإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قال عز وجل قل كل من عند الله خلقا وإيجادا. ثم قال سبحانه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي بند بها وهو الذي أوجدها وهو سبحانه وتعالى الذي خلقها. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الله قدرها عليك بسبب ذنبك. هذا خطاب للمكلف، وإن كان خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام فبصفته إماما للناس. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بسبب نفسك، وهو عز وجل الذي خلقها وقدرها. نعود فنقول الطيرة بالإضافة إلى أن هذا طعن في أمر الأسباب. الأسباب كما ذكرنا إما أسباب شرعية عرف دليلها بالشرع كما ذكرنا أمثلة على ذلك، وأن الكفر والفسوق والعصيان سبب للبلايا والمحن، وأن الإيمان والطاعة والتقوى سبب لحصول الخيرات بأدلة الشرع. هناك نوع آخر من الأسباب وهو الأسباب القدرية الكونية التي تعرف بأن الله جعل هناك سنة ماضية تجري عليها أمور الخلق في جلب النفع ودفع الضر، فاقتضت حكمة الله عز وجل أنهم يدفع عطشهم بشرب الماء ويدفع جوعهم بأكل الطعام، وأنهم يكتسبون الأموال بأنواع العمل المباح والمحرم أحيانا، وأنهم يشفون من الأمراض بأخذ العلاج، وهو كما ذكرنا في أمر الأسباب الشرعية هو كذلك في الأسباب الكونية. الله سبحانه وتعالى أمر بأخذ الأسباب الحلال وترك الحرام وجعل العباد أرزاقا، هو سبحانه وتعالى الذي يقدرها، وإن كان هذا بأسباب يأخذ العباد بها. فالواجب أن يأخذ الإنسان ما حل ويدع ما حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذه الأسباب الكونية منها الحلال كما ذكرنا ومنها المحرم ومنها الواجب في أن يتناول الإنسان من الأسباب ما يحفظ حياته، فلا يجوز له مثلا أن يمتنع من الطعام والشراب حتى يهلك، حتى يموت، أن يكون منتحرا قاتلا لنفسه. جرت سنة الله عز وجل بأن من شرب سما يتحساه فقد أهلك نفسه،
هذه سنة الله، ولذلك كان حراما أن يستعمل الإنسان مثل هذه الأسباب المحرمة. نقول هذه قاعدة الأسباب، إما سبب شرعي وإما سبب كوني قدري. كيف يعرف السبب الشرعي؟ بالدليل الشرعي. كيف يعرف السبب الكوني القدري؟ بجريان العادة، بالتجربة كما نقول. لكن أن يدعي إنسان أن شيئا من الأشياء سبب بلا دليل شرعي ولا جريان سنة كونية ولا جريان عادة اقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى في الكون، فهذا كذب على شرع الله وكذب على قدره، وهو ذريعة إلى الدرجة الأشد من الطيرة، أو إلى ما أو في أنواع أخرى من الأشياء المتعلقة بقاعدة الأسباب، وهو أن يعتقد أن غير الله يملك الضر والنفع، أن الضر والنفع يكون من عند غير الله، فيكون مشركا في الربوبية، لقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذا أمر لابد أن يوقن به كل مسلم، هذا من مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى أنه وحده المالك للنفع والضر. فمن اعتقد مع الله عز وجل شريكا يملك الضر والنفع، إما استقلالا أو مشاركة أو على سبيل النيابة من الله، فإن ذلك كله من عقائد أهل الشرك والعياذ بالله، مع أنهم إذا سئلوا أقروا، كانوا إذا سئلوا أقروا بأن النفع والضر من عند الله، ولكن اتخذوا وسطاء يعبدونهم من دون الله لجلب نفع أو دفع ضر، وكان صرف العبادة لهؤلاء الوسطاء شركا في الإلهية، كما كان اعتقاد أنهم يملكون النفع والضر شركا في الربوبية وفي الأسماء والصفات في التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. لذلك كانت الطيرة شركا، إما شرك أصغر حين يعتقد في الأشياء أنها أسباب لعدم ورود دليل شرعي ولا قدري، ما العلاقة بين الحمامة وتوقف المعركة مثلا، ما العلاقة بين البوبة وبين موت الإنسان، ما العلاقة بين نعيق الغراب وخراب البيت، ما العلاقة بين رقم 13 وبين أن تكون الزيجة موفقة أو غير موفقة، ما العلاقة بين أن يعقد صفقة إذا وجدها مثلا تعقد على 13,000 لم يمضها تشاءم بهذا الرقم، وإذا وجدها على رقم 7 تفاءل وأمضى ذلك، ما العلاقة بين حدوة الحصان وجلب الحظ، ما العلاقة بين نجمة البحر ذلك الكائن البحري وبين حصول الرزق، كل هذا لا سبب شرعي ولا سبب قدري كوني. ومن يدعي أنه جرب ذلك فهو إنما من جنس كلام الكهان والعياذ بالله، ليس أمر التجربة بحاصل لواحد أو اثنين، إنما ذلك حين يصير أمرا عاما سنة ماضية في خلق الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا مثلا قرص الأسبرين يؤدي إلى زوال الصداع، أقرص خفض ضغط الدم، كل مرة نقيس الضغط الواحد بلاقي عالي ناخد قرص ينزل، هذه سنة الله. يا عنده حرارة نديله أقراص خافضة للحرارة أو حقنة خافضة للحرارة تنزل درجة الحرارة، هذه أمور سببية
ظاهرة. ادعاء بقى ان مثلا نجمة البحر تنزل الحرارة مثلا، او ان الحظاظة التي يلبسها الشباب تأتي بالنفع لهم او تجلب الحظ لهم، انواع بقى، ان الفلفل الاحمر يدفع الحسد، ان فردة الحذاء المعلقة في السيارة ترد العين وتلطم وجه من نظر اليه نظرة سيئة، خزعبلات، وكذا الكف، رسمة الكف عندما تدفع في عينه في ظنهم، عشان لما يجي يبص يلاقي الكف يروح جاي خبطه يروح جاي بص ده التاني، والعياذ بالله. خزعبلات وخرافات اخترعها الناس وللأسف لا تزال موجودة، التعاويذ الفرعونية التي انتشرت في زماننا إحياء لتجارة بائرة في العاديات يسمونها، يقعدوا يعملوا بتوع جنب معابد الفراعنة والعياذ بالله يروجوا لليه؟ للتعاويذ الفرعونية، يحطها في العربية والتاكسي للحفظ والصيانة، نعوذ بالله. الجعران، صحيح، الجعران الأزرق، الجعران الأزرق ده عند الفراعنة، هو أصلا الفراعنة ملعونة بعبادة الحشرات والثعابين والعجول، يعني جهالة فوق جهالة وضلال فوق ضلال، فالله الحمد لله الذي عافانا. هذا هناك منافع لبعض الأشياء التي وردت أدلة شرعية بها من كونها فيها نفع، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عليكم بالسنة والسنوت، أو في السنة الشفاء من كل داء، ورغب في التلبينة مثلا، وذكر الله عز وقال عن زيت الزيتون، عن الزيتون أنها شجرة مباركة، فمثل هذه ليست من هذا الباب، وثبتت منافعها الطبية فعلا. وحدي ايه الحكاية؟ روح اجلس. طيب نقول في التطير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، اما شرك اكبر اذا اعتقد ان الطيور او الارقام او الحيوانات والحشرات تجلب نفعا او تدفع ضرا بذاتها او مع الله، فهذا شرك في الربوبية، وطلب الخير او الشر منها شرك في الالهية، وهذا من امور الجاهلية ولا تزال منتشرة في زماننا، كما ذكرت لكم مجموعة مما لا يزال كثير من الناس يستعمله، ونسأل الله العافية. النوع الثاني الطيرة تكون شركا اصغر إذا اعتقد أن النفع والضر من عند الله، ولكن هذه الأشياء قال إنها أسباب أو حتى علامات، وكل ذلك ادعاء علم غيب وخرق لقاعدة الأسباب، إنها إما أسباب شرعية وإما أسباب كونية، وكذب على الشر وكذب على القدر وكلاهما محرم، و سبب وذريعة إلى الشرك الأكبر فيكون شركا أصغر. فهذه في مسألة الطيرة. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا، أي إلا من تطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل، فقصد ليس أنه التطير الشركي أنه يقع فيه الصحابة مثلا، وإنما قصد أنه قد يقع في القلب نوع من ذلك بدرجة ما، وقوع الخواطر في القلب لابد أن يقاومها الإنسان، فإذا قاومها وتوكل على الله ولم يمضي أو يرد بناء على ما رأى أو سمع، فإن ذلك لا يضره شرعا، يذهبه الله عز وجل عنه بالتوكل عليه وتفويض الأمر إليه. ولذا كان المشروع أن لا يبني الإنسان مضيه في أمر أو رد نفسه عنه على ما رأى من أمور يتطير بها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وأما الفأل الكلمة الطيبة فهذا مستثنى من هذا الباب، هو يشبهه في الظاهر عند الكثيرين،
أن يسمع الكلمة الطيبة فيستبشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع الكلمة الطيبة ويكره الاسم القبيح، ليس تشاؤما ولكن لأنه يكره الأشياء القبيحة، كما هو في فطرة الإنسان السوي أن يرتاح إذا رأى منظرا جميلا ويكره المنظر السيء، فهو يحب مثلا اسم سهل ويكره اسم صعب ويكره اسم حرب ويحب سلمة وسالم ونحو ذلك. وكان يحب أن يسمع من ينادي غيره إذا خرج في سفره أو في طريقه، يا ناجح أو يا راشد، وهو في حقيقة الأمر ليس من باب الطيرة أصلا، وإن أشبهه في الظاهر فاستثناه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أحسنها الفأل، فقيل له وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، وذلك لأن مرد ذلك إلى حسن الظن بالله، وهو أن الله عز وجل قدر لنا أن نسمع الكلمة الطيبة ليعظم رجاؤنا في فضل الله عند سفرنا أو توجهنا أو عملنا أو نحو ذلك، راجين فضله سبحانه وتعالى متوكلين عليه دون أن يمضينا أو يردنا مجرد سماع كلمة أو رؤية طائر أو نحو ذلك. فهذا في باب الطيرة. أما الطرق فقد فسره عوف بأنه الخط يخط بالأرض، نوع من التكهن أشبه شيء به في زماننا قراءة الفنجان وضرب الودع على الرمال حتى تخط خطوطا. ويتأمل بعد ذلك هذا العراف والكاهن هذه الخطوط، يقولون بالصوف أحيانا وبالقطن وبالحصى، يرمي حصيات كما ذكرت الودع، ويدعي أن هذا سوف يكون له في المستقبل كذا من المال، كذا من الرئاسة، كذا من الوظيفة، يقرؤون يشرب المطلوب أن يعرف له الغيب قهوة، ثم يقلب الفنجان بعد أن يشرب، ثم بعد ذلك ينظر الناظر المتكهن في الخطوط التي حصلت من البن فيفسرها، يقول له أمامك سكة سفر، قدامك سلة فلوس، يدعي له أنواع من الأمور تحدث له، وهذا يصدقها وهو نوع من الكهانة. وكل ذلك من أحوال أهل الجاهلية التي كانت موجودة. الخط يخط في الأرض، يقول له اعمل شخبطة، وبعدين يحلل هذه الخطوط بزعم أنه يعرف الغيب. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الخط يخط بالأرض إنما كان معجزة لنبي، فمن وافقه فذاك، وهذا في الحقيقة نوع من التعجيز، لأننا لا نعرف من هو هذا النبي، لا اسمه ولا زمنه ولا مكانه ولا شريعته ولا شيئا عنه إطلاقا، ولا نعرف كيفية خطه. كان معجزة له بالوحي، علمه الله عز وجل أن جعل له علامات يعرف بها أشياء تكون معجزة له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنه سيفتح المسلمون بيت المقدس بعد موته، ثم يأتي فيهم طاعون موتان يأخذ فيهم كعص الغنم، أخبرهم أنهم سيفتحون كسرى، كنوز كسرى وقيصر. هذا وحي ألقاه الله في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فيك النبي من الأنبياء جعل الله له علامات يعرف بها أمور الغيب معجزة له، بالطرق يطرقه بالخط يخطه في الأرض، ولكن كما ذكرنا لا نعلم كيف كان يخط، ولا من هو ذاك النبي، ولا زمن ولا وما هي تشريعاته، لا نعرف شيئا على الإطلاق، فأصبح مستحيلا أن نعرف هذا الطرق. فهذا كما ذكرت تعجيز، مثل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لنجد الحروري لما سأله عن قتل الغلمان، قال فلا تقتل الغلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان،
قال إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام. يعني لما تعرف أن الغلام ده لما يكبر هيبقى كافر ويفعل كذا وكذا وكذا فاقتله الآن، فعند ذلك تقتله. هذا المقصود منه إيه؟ التعجيز، يعني هذا مستحيل أن تعرفه، فإياك أن تقتل أحدا كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الغلمين. فهذا من هذا الباب، والله أعلى وأعلم. وادعاء علم الغيب المطلق، مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله، كفر بالله وتكذيب للقرآن. وادعاء صفة من صفات الربوبية وهو علم الغيب. وأما الغيب النسبي فيمكن أن يطلع عليه الجن، يعني أمر قد وقع وحدث بالفعل، ليس بمفاتيح الغيب الخمس، بل اطلع عليه عرفه. وقد يكون هناك من البشر من اطلع عليه، ومن الجن من اطلع عليه. والبشر قد يبحثون بالأسباب الظاهرة، وهذا مشروع لهم فيما يجوز أن يبحث عنه دون تجسس، كمقتول قتل ثم بحثوا عنه بالأسباب الظاهرة، أين كان، من قابله، أخذوا بصمات، كل هذا ليصلوا إلى إيه؟ إلى القاتل. لم يصلوا إلى نتيجة، قيدت القضية ضد مجهول. هناك طائفة تذهب إلى من يفتح المندل ويدعي الاتصال بالجن، وغالبا ما يكون له قرين من الجن يعاونه بما يقدمه له من تقربات، أحيانا من الشرك وأحيانا من المعاصي، حتى يدله على ذلك. يأتون بطفل صغير مثلا ينومه أو يغمض عينيه، ثم يستدعي ذلك الصاحب من الجن والرأي من الجن، غالبا ما يتلبس بالصبي، ويأتي الجن بالأخبار، والجن له اطلاع وسرعة حركة، فيصف الطفل أو يصف الجنية على لسان الطفل أو المرأة الذي يسأل عنه فاتح المندل الكاهن الذي يدعي ذلك. وكثيرا ما قد يصف أشياء يبحثون عنها فيجدونها صحيحة، ولأن هذا من الغيب النسبي كما ذكرنا، فهذا أمر محرم إلا أن يكون معه شرك أكبر، كمن يتقرب إلى الجن بذبح أو بسجود أو بإهانة مصحف حتى يأتي له بالخبر، يقول له شايف إيه، يقول له مغمض، يقول له شايف فلان ابن فلان دار الجاموسة المسروقة واخدها وداخل بها الدار، يقول له ممكن الجن يمثله، يأتي بالخبر ويتمثل له، يمثل له الصورة، الجن قادر على التمثل في إيه؟ في الصور، يقول له المقتول موجود في دار فلان، فلان قتل هذه البنت الصغيرة وأخذ الحلق بتاعها، والحلق موجود في المكان الفلاني، والبنت مدفونة تحت مترين في الغرفة الفلانية في الدار الفلانية. راحوا بلغوا البوليس، أنا أعرف قصة بهذا، بعد ما غلبوا فيها في بلد في كفر الزيات، وبعد كده راحوا بلغوا عنه في راحوا ساعة فتح المندل ده في بورسعيد، وبعد ذلك جابوا فتحوا جابوا البوليس وحفروا ولقوا طلعوا الايه الجثه، ووجدوا الحلق موجود بالفعل. مثل هذا من عمل الشيطان ومن وسائل الكهان المحرمه. فادعاء علم الغيب النسبي محرم ان كان يقترن بشرك او كفر أكبر، كان كفرا والعياذ بالله. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت، يعني من عمل الشيطان، من صوت الشيطان، رنة الشيطان، من أمر الشيطان. الجبت هذا الشرك الذي يأمر به الشيطان من ادعاء صفات الرب سبحانه وتعالى لبعض المخلوقين من القدرة على الضر والنفع، أو من التسبب في ذلك كذبا على الله شرعه على شرعه وقدره، أو من ادعاء علم الغيب، وكل ذلك من صوته وأمره ورنته
الصوت الذي يأمر به ويحث الناس على الفساد والكفر والمعاصي وأنواع الفسوق، نعوذ بالله من ذلك. فكل هذه المسائل الجاهلية التي ما زالت موجودة عند أهل الكتاب وعند من انتسب إلى الإسلام وعند المشركين، وكلما انتشرت علوم الكتاب والسنة ذهبت هذه الخرافات والخزعبلات، وذهب أيضا التسبب المحرم، أخذ الأسباب المحرمة الباطلة في ادعاء معرفة الغيبيات أو في ادعاء جلب النفع ودفع الضر. وكلما قل نصيب الناس من علوم الكتاب والسنة وكلما ازدادت البدع، كلما ازدادت هذه الخرافات والضلالات وانتشرت في الناس، نسأل الله أن يعافي المسلمين من البلاء ومن الشرك والضلال والفسوق والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هي مسألة مسألتين في الأسباب المدعى أنها أسباب لا شرعا ولا قدرا، وسؤال الجن عن الغيبيات ولو كانت نسبية محرم وشرك أصغر لأنه ذريعة إلى الأكبر. التنويم المغناطيسي ليس تنويما، إنما هو استعانة بالجن للتلبس بهذا الشخص أو نوع من خداع الأبصار المحضة. التفاؤل والتشاؤم بشخص بعينه إن لم يكن تفاؤلا باسمه فهو من الطيرة المحرمة. يقول فلان لما تصبح بوشه يبقى اليوم ما فيهوش بركة، وفلان لما تصبح بوشه يبقى اليوم الرزق واسع. لا، إلا أن يتفاءل بأن يكون الشخص الذي يأتي إليه في أول النهار اسمه حسن، فهذا الذي يمكن أن يتفاءل به. ايه البشعة دي؟ صحيح، البشعة دي وسيلة يعني تعريف الكاذب من الصادق في الرياف، يأتوا بحديدة محماة على النار ويقولوا الحسها، اللي الحسها ويتلسع يبقى ده الكذاب، واللي الحسها وما يتلسعش يبقى ده الصادق، وهذا من الكذب والزور. لو هو واحد بيعرف يخدع الابصار بيعمل ايه؟ يروح جاي اللي يوهمهم ان هو لحس وايه وما حصلوش حاجه وهو ما لمسهاش، والا فنحن متاكدون انه اذا لحسها بالفعل اصابه حرق. هذه سنه الله عز وجل، دي السنه، وهو كذاب. هو اللي بيقول انا لحستها بالفعل ده كذاب عشان يقول على نفسه ان هو صادق. تخيل ما حسها، او هو اوهم الناس ان هو اللي حسها. كمان ايوه فيهم يعترف، وممكن اصلا يدهن لسانه زي ما شيخ الاسلام الكيميائي كان بيتكلم ابن تيميه على موضوع الرفاعيه، فكان بيدهنوا اجسامهم بماده مانعه للاحتراق ويدخل النار، فقال لهم طب اغتسل وخش النار قدامي وانا اجزم لك بكذب ما تفعل. فهذا ان البشعة دي كلها من ضلالات الناس، ليست هذه الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة اللي نعرف بها صدق الصادق من كلمة الكذب ايه؟ نبحث عن عدالة هذا الشاهد، مش كده؟ نسأل جيرانه، شوفه بيصلي ما بيصليش، رجل معروف انه امين، رجل معروف انه كاذب، يبقى الشاهد ده نعرف صدقه بالاسباب الظاهرة، مش بان احنا ندعي نجيب له البشعة ونقول له الحسها وشوف، وشوف هنعمل ايه؟ يخدع بها الناس كل على الراجل اللي هو بكون تساوي 9
يعني كذب. القصص اللي هي بنقول تقع في ذلك ان نقول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يكذبون معها 100 ايه كذبه، ولكن الناس ممكن تصدق بواحده. انا قلت القصه التي ذكرتها مش عشان الناس تروح لدكتور مندل، عشان نعرف ان ده من الممكن ان يقع، والكاذب اضعاف مضاعفه، ومع ذلك لا يجوز ان نسلك هذه المسالك ابدا، ولا ان نذهب للكهان لسؤالهم عن احوال مضت او اتت او اتيه، لا في الماضي ولا في المستقبل. كل ذلك من الايه؟ من الجبت، من امر الشيطان، من فعل الطاغوت. الكهانه من احوال الشياطين، وراس من رؤوس الشياطين، رؤوس الطواغيت الكاهن. ها؟ مندل. مندل. دول مش شيوخ، دول شيوخ الضلال والعياذ بالله. الأسباب الظاهرة لا فرق في الأخذ بها بين مسلم وكافر. ادعاء أنه يستئن بجن مسلم يروج به ضلالته على الناس. الشرك بالله محرم ولو عبد نبيا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالاستعانة بالجن لا تجوز مسلما كان أو كافر. ما كان جائزا جاز أن يستعان فيه بكافر. ألم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته برجل خريت ماهر على دين المشركين؟ هذه الطريق الذي يدلهم على الطريق، الرجل بتاع الجغرافيا في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل على دين قومه. يجوز أن نأتي بجهاز مثلا اسمه جي بي اس، مش كده اسمه دلوقتي، كفر اللي عاملينه، ونعرف بيه من خلال القمر الصناعي احنا نمشي ازاي والمكان فين والخريطة فين. ده امر استعانه مش بالجن، ده اسباب ظاهره، عارفين ان في خريطه وفي تصوير وفي طرق، فبنقول الخريطه تطلع لنا من القمر الصناعي صوره، نقول نمشي كده. والجهاز ده مين اللي عامله؟ كافر. واللي عمل القمر الصناعي كافر. حرام ولا حلال؟ حلال. يجوز ان نفعل ذلك. ليست العبره بانه مسلم او كافر، لكن يخدعون الناس لما يقولوا ان جن مسلم، انهم تقول لك ايوه جن مسلم يا ناس طيبين. زي بالظبط ان هو يمسك قبل السحر يعمل ايه؟ يقرا قران، ويقول لك ده راجل بتاع ربنا بيقرا قران، وبعدين تمتم كلام مش فاهمينه. اهو بقى السر في الايه؟ في الكلام اللي مش فاهمينه. هذا الذي يترتب عليه انواع الضلال والكفر والشرك حسب درجه ما يفعلون. فلا يجوز الاستعانه بالجن مطلقا، ولا تغتروا بمن نقل عنه من اهل العلم المعاصرين والقدامى اجاز الاستعانه بالجن. كلام شيخ الاسلام ابن تيميه محمله على ان ينتفع بما اخبره به الجن دون استخبار. فيمكن ان نعرف صدقه من كذبه، فهذا الذي يمكننا ان نتعامل به. بعض المتاخرين فهم عموم الامر وجواز الاستعانه مطلقا كلام في مصادم للادله. لسنا نقلد عالما مهما بلغ من علم في مصادمه الدليل. قد قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ولا شك أن من المباحات أن يعرف الإنسان مكان الشيء المسلوق منه. فهل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يذهبوا إلى العرافين لكي يعرف الإنسان مكان الشيء المسلوق؟ بل قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهذا الذي نقول أن اللي بيقول ليستعان بالجن في المباحات إذا لم يصرف له شيئا، هذا كلام في منتهى الخطورة. لا يستعان بالجن في شيء، لا في مباحات ولا في مستحبات. ابن تيمية رحمه الله عد من أحوال إخوان الشياطين أنهم يطيرون به إلى عرفة يوم عرفة، وعد ذلك من خداعهم لهم. هل قال بأن ذلك مستحب أو واجب لمن استطاع إليه سبيلا حتى يركب الجن فيوصلونه إلى عرفة، ويأمرهم بدلا من أن يرجعوا في نفس اليوم دون أن يكملوا المناسك بأن يحرموا من الميقات في الهواء، وأن ينزلوا ويبقوا مع الناس في عرفة ثم يذهبوا إلى مزدلفة ويؤدوا باقي المناسك؟ أم أن ابن تيمية عد ذلك من أحوال الشياطين؟ من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان نص على أن هذا من أحوال أولياء الشيطان. إذا ليست القضية على هذا الإطلاق،
فكلام بعض الأفاضل المعاصرين في تجويز الاستعانة بالجن في المباح مطلقا في الكهانة وفي الأفعال أيضا كلام في منتهى الخطورة مخالف للدليل لا يقبل ولا نصادم به الأحاديث. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.